كلنا نسعى وندعو إلى أن يمنحنا سيد الشهداء عليه السلام وساماً خاصاً، فما هو وكيف ذلك؟ بمعرفة وإخلاص وروح حسينية، بأصالة الماضين ومعرفتهم، بثقافة وأدب قرآني، بارتكاز على الموروث، باختيار سليم وفهم عميق للقصيدة، بعلم ممزوج مع موهبة الحنجرة، بحنجرة تتحرك في مساحتها الصحيحة، بنكران للذات واستعداد للمسؤولية، بأداء وإحساس ينقل المتلقي إلى الواقع. ادعو واعمل واخلص وثابر لكي تكون وجيهاً بالحسين.